وفي الصحيحين أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ متى الساعة يا رسول الله؟ فلفت النبي صلى الله عليه وآله وسلم نظره عن غير المهم إلى الأهم، فأجابه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن سؤاله بسؤال مقابل. أراد منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لفت نظره إلى المهم في الموضوع، فليس مهما بالنسبة للمسلم أن يعرف موعد قيام الساعة بالضبط. يعني ما الذي سيعود عليك حينما تعرف موعد الساعة ستقوم غدا ولا بعد غد، ولا حرب روسيا وأوكرانيا من علامات قيام الساعة، ولا مش عارف موت الرئيس الفلاني من علامات ما الذي سيفيدك في هذا؟ أو الساعة ستقوم في 2030 ولا في 2040 ولا في 2050؟ ما قالوش النبي صلى الله عليه وسلم ستقوم الساعة مثلا في يوم كذا، أو علامات قيام، أو من علامات قيام الساعة، نعم في علامات كبرى وعلامات صغرى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى الأهم في هذا الأمر. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعك من، يعني كان لسان الحال، يعني دعك من موعد قيام الساعة، أنت حتى لو مت اليوم ولا مت غدا فقد قامت قيامتك، صح ولا لا؟ خلاص أنت كده قامت ساعتك، مش هيهمك بقى الساعة تقوم بكرة ولا بعد، ولا بعد 20 سنة، ولا بعد 200، ولا بعد مليون، صح ولا لا؟ لأن خلاص أنت انتقلت إلى الله سبحانه وتعالى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ أنت عملت إيه للساعة؟ يعني عملت إيه ليوم القيامة الذي تسأل عنه وتقول أن هذا من علامات الساعة، ولا متى ستقوم لي الساعة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعددت للساعة؟ ما أعددت لها؟ فقال الرجل: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة. ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة، يعني مش لا يفهم من معنى كلام الرجل أنه مش بيصلي أو مش بيصوم أو مش بيتصدق، لا، ولكن معنى الكلام أنه يحافظ على الفرائض وليس عنده نوافل كثيرة. يعني هو بيحافظ على صلاة الجماعة، يحافظ على الفرائض، بس ما عندهش يعني جزء كبير من قيام الليل، أو من أن يصلي سنن كثيرة. يعني هو يحافظ على الفرائض، وفي الصدقة يؤدي الزكاة إذا كان عنده مال، بس ربما لا يتصدق كثيرا، كذلك في الصيام يصوم رمضان وربما لا يصوم نفل كثيرا. ده معنى كلامه. يعني حينما قال له: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة، معناه أنه بيحافظ على على الفرائض، وليس عنده نوافل كثيرة. وبعدين قال له رجل بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم، وده الأهم في الموضوع، يعني: ولكني أحب الله ورسوله. أنا عارف من نفسي يعني صدق المحبة لله سبحانه وتعالى وصدق المحبة للرسول، مش مجرد كلام، ده أمر ستؤكده العلامات التي سنقولها من بعد. فقال له، بيقول للرسول صلى الله عليه وسلم: ولكني أحب الله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فأنت مع من أحبب. طالما أنك أنت بتحب الله وتحب الرسول، فأنت مع من إيه؟ من أحبب. فأنت مع من أحببت. وبالتالي برضو الأمر على على من يحب أناس آخرين، يعني من يحب مثلا أناس معينة في مجالات معينة، سواء مجالات سياسية ولا كروية ولا فنية ولا شيء، فده برضو يحشر بدون ذكر أسماء يعني، فأيضا يكون يكون معهم، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح. فأنت مع من أحببت، أنت تحب أهل المسجد يبقى أنت مع أهل المسجد، أنت تحب الناس خارج دائرة الطاعة ويعملون بالمعصية ويبتعدون عن بيت الله، فأنت مع من مع من أحببت. قال أنس الراوي: ففرحنا يومئذ فرحا شديدا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أنت مع من أحببت.